أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 4976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5220 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كوفيد-19 يومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 336506 الحالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 284496 حالة بمعدل تعافي يناهز 84.5%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5593 حالة بمعدل فك يبلغ 1.6%. وتتوزع الحالات مسجلة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء ستات ب 1889 حالة، 1454 حالة بالدار البيضاء، 93 بالمحمدية، 81 ببرشيد، 59 بالنواصر، 59 أيضا بالجديدة، 48 بمديونة، 36 بسطات، 35 بسيدي بنور، و24 ببن سليمان. وسجلت جهة الرباط سهل القنيطرة 818 حالة، 271 بالقنيطرة، 223 بسلا، 151 بسخيرات تمارة، 81 بالرباط، 52 بسيدي قاسم، 36 بالخميسات، وأربع حالات بسيدي سليمان. وسجلت جهة سوس ماسة 521 حالة، 270 حالة بأكادير إيدا وتنان، 105 الحالات بإنزكان أيت ملول، 63 حالة بتارودانت، 46 حالة بشتوكا إيت باها، 37 بتيزنيت. وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 456 حالة، 186 بطنجة أصيلة، 110 الحالات بتطوان، 51 بالمضيق الفنيدق، 35 بالعريش، 27 بالحسيمة، 24 بالشفشاون، 21 بوزان، حالتين بالفحص أنجرة. وسجلت جهة مراكش أسفي 355 حالة، 190 بمراكش، 55 بالصويرة، 39 بقلعة سراغنة، 25 بشيشاوة، 15 باليوسفية، 12 بأسفي، 11 بالحوز، و 8 حالات بالرحاملة. وسجلت جهة الشرق 312 حالة، 110 الحالات بوجدة، 76 بالناظور، 54 ببركان، 40 حالة بدريوش، 17 بقرسيف، 7 حالات بتوريرت، 6 حالات بجرادة، وحالتين بفيقيك. وسجلت جهة قلميم ودنون 143 حالة، 118 حالة بقلميم، 24 بسيدي إفني، حالة واحدة بطنطان. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 124 حالة، 46 بخريبكة، 29 بأزيلال، 20 ببني ملال، 17 بفقي بن صالح، 12 بخنيفرة. وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 97 حالة، 71 بالعيون، 14 بالسمارة، 10 حالات ببوجدور، حالتين بطرفاية. وسجلت جهة فاس مكناس 93 حالة، 36 بفاس، 16 بمكناس، 15 بتازة، 12 بصفرو، 8 حالات بتونات، 4 حالات بمولاي عقوب، حالتين بالحاجب. وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 90 حالة كلها بوادي الذهب. وسجلت جهة درعا تفيلات 81 حالة، 45 بالرشيدية، 14 بورزازات، 9 حالات بميدلت، 8 حالات بزاقورة، و5 حالات بتنغير. وتتوزع حالات الوفيات عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء 16 ب22 حالة وفاة كلها بالدار البيضاء. سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 4 حالات وفاة، حالتي وفاة في كل من سلا والرباط. وسجلت جهة سوس ماسة 4 حالات وفاة، حالة وفاة واحدة في كل من أكادير إيدا وتنان وتيزنيت، وحالتي وفاة بإنزكان أيت ملول. وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 12 حالة وفاة، حالة وفاة واحدة في كل من طنجة أصيلة والحسيمة. وسجلت تطوان 3 حالات وفاة وشفشاون أيضا، وحالتي وفاة في كل من العريش ووزان. وسجلت جهة مراكش أسفي 6 حالات وفاة، 4 حالات وفاة في كل من مراكش، وحالة وفاة واحدة في شيشاوة واليوسفية. وسجلت جهة الشرق 6 حالات وفاة، حالة وفاة واحدة في كل من وجدة، الناظور، قرسيف، توريرت، وحالتي وفاة ببركان. وسجلت جهة قلميم وادنون حالة وفاة واحدة بطنطان. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 4 حالات وفاة، حالتي وفاة في كل من خريبكة،
وبني ملال، ولم تسجل جهة العيون السقية الحمراء أي حالة وفاة، فيما سجلت جهة فاس مكناس 8 حالات وفاة. حالتي وفاة في فاس، 3 حالات وفاة في مكناس، وحالة وفاة واحدة في كل من تازة صفرو تونات. ولم تسجل جهة الداخلة وادي الذهب أي حالة وفاة، فيما سجلت جهة درعا تفيلال 3 حالات وفاة في كل من حالة وفاة في كل من زاكورا وحالتي وفاة في تنغير. فمزيدا من الحيطة والحذر لتفادي فيروس كورونا.